15/10/2019 عناصر اللواء 112 الفريق الأول يقومون بمساعدة الأهل المدنيين الذين هجروا من مخيم عين عيسى بسبب سوء معاملة الوحدات الانفصالية. الله أكبر ولله الحمد. والله ما تنتبه. سلحوا موبايلي ورادوا ياخذون المطار. عمي نحن ما جينا لهون الا لحمايه العلم من عصابات البيكيكي الانفصاليه اللي استعبدوا الحجر والبشر. اقول لك والله شوف عيني احرقوا المخيم الخنازير، ما رحنا تنطفي، قال ضرب فوق على طلقات، قال ارجعوا البيكيكي. ايه شنطوا على التلفزيون، انطوا الجيش التركي يقصف مخيم عين عيسى. نعم والله العظيم شوف عين وانا شاهد. خنازير اعلام قوي ما مشكله اخي، نحن جيش الحر ماشي مع الاخوه الاتراك، ما انا جايين غير نحمي هاي الناس ونعطيكم الامان، وكل انسان منكم يستقر ببيته ويكون مطمن على 24، نحن اخواتكم اخواتكم بعهد الله. حركه ما كله بتعوض ان شاء الله، بتعوض.